إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك الأمة على الملة البيضاء النقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأكمل الله عز وجل الدين قبل موته وأنزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة استكمال للدرس السابق المتعلق بمسألة من مسائل العقيدة المهمة، وهي مسألة الأسماء والأحكام. مسألة الأسماء والأحكام مسألة عظيمة كبيرة، ولذلك ذكرها شيخ الإسلام في كتابه العظيم الفتوى الحموية الكبرى عندما نقل من العلماء المحققين السابقين، لما نقل عنهم ما يتعلق بمسائل التوحيد، وكان حديثه عن كتاب عظيم من كتب التوحيد لإمام كبير وهو أبو عبد الله محمد بن خفيف من علماء القرن الثالث الهجري، فهو نقل عنه في هذا الكتاب أشياء كثيرة. وابن تيمية تناول هذه المسائل، مسائل الأسماء والأحكام، في كثير من كتبه، وخاصة في كتابه كتاب الإيمان، فقد جلى حقائق هذه المسائل بما لا مزيد عليه. والمراد بالأسماء المذكورة التي ذكرت في الكتاب والسنة مثل اسم الإيمان واسم الكفر واسم الشرك واسم العبادة واسم الإله وغير ذلك من الأسماء. ما هي حقائق هذه الأسماء؟ وماذا يترتب على وجودها أو على فقدها؟ ماذا يترتب على هذه الأسماء؟ وماذا يترتب على وجودها أو فقدها؟ فإذا أمر الله عز وجل أن نجتنب الشرك فلا بد أن نعرف ما أمرنا الله باجتنابه، وإذا أمرنا الله بالعبادة فلا بد أن نعرف ما هي العبادة، وإذا أمرنا الله عز وجل بتوحيد الربوبية فلا بد أن نعرف ما هي الربوبية، وإذا أمرنا
بالتأله له سبحانه وتعالى، فلا بد أن نعرف ما معنى التأله، وهذه والتفقه في هذه الأسماء هو خلاصة الدين. التفقه في هذه المعاني هو خلاصة الدين، لأنك إذا قيل لك اجتنب الشرك فلا بد أن تعرف ما هذا الذي أمرني الله أن أجتنبه، وإذا قيل لك تأله لله، الله هو الإله، فلا بد أن تعرف ما معنى الإله. وهذا التفقه بهذه المسائل هو الفقه في الدين، من أعظم الفقه في الدين أن تتفقه في ذلك، خاصة بعدما دخلت العجمة على الناس، فإن الناس مع ضعف اللغة العربية ومع عدم التفقه في الدين على أصول الفقه الديني الصحيح، حصل عندهم قصور ولبس في هذه المعاني، ولذلك تجده يجمع بين المتناقضات، فتجده يقول لا إله إلا الله وهو يقع فيما يضادها، وتجده يقول أنا أوحد الله عز وجل توحيد الربوبية ويقع فيما يضاده، وتجده يستعيذ بالله من الشرك وهو واقع فيه، ولا لأنه لم يحرر هذا المعنى. وهذا المعاني هي الفقه الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد به الله خيرا يفقهه في الدين، من يريد به الله خيرا يفقهه في الدين حتى يعبد الله على بصيرة، وحتى يمتثل الأوامر على بصيرة، وحتى لا يخلط الأشياء. وما حصل الانحراف عند الفرق إلا من باب التخليط في هذه المسائل، ولذلك تناول شيخ الإسلام في أول ما تناول في موضوع الكبائر، وقال إن هذا الخلاف أول خلاف حدث في الأمة، الخلاف في موضوع مرتكب الكبيرة أول خلاف حدث في الأمة، لأنه حدث مبكرا. فلما لا بد أولا أن نعرف معنى الكبائر، ما هي الكبائر؟ لأن الله عز وجل حذرنا من الكبائر، فلا بد أن نعرف ما هي الكبائر وأين نجد ذلك، وأين نجد المسائل على أصولها الصحيحة. ولذلك العلماء الذين كتبوا عن الكبائر ذكروا لها صفات، ذكروا للكبائر صفات، فمن هذه الصفات أن ينص عليها في الكتاب والسنة أنها كبيرة، يقال هذه المسألة كبيرة، نص الزنا مثلا، الربا منصوص عليها أنها كبيرة من الكبائر، فتعرفها بالنص أنه منصوص عليها بأنها كبيرة. أو يكون عليها حد في الدنيا، يرتب الله عز وجل عليها حد في الدنيا كالسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، فهو وضع عليها حدا في الدنيا
فهذا يدل على أنها كبيرة من الكبائر. أو يلعن صاحبها أو فاعلها، مثل لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ونحو ذلك، فهذا اللعن يدل على أن هذه القضية كبيرة من الكبائر. فأنت إذا أردت أن تجتنب الكبائر فلا بد أن تعرف ما هي حدود الكبائر هذه التي حذر منها الشرع. فالعلماء اعتنوا بهذه المسائل وأخذوا في حصر هذه الكبائر واختلفوا في تعدادها، فبعضهم قال 70 وبعضهم قال 7 وذكر 7 الموبقات، وبعضهم قال هي إلى 700 أقرب، هي إلى 700 أقرب، وهي كبائر، منها كبائر تكون على اللسان ومنها كبائر تكون على القلب ومنها كبائر تكون على الجوارح، فهي كثيرة، الكبائر كثيرة جدا، فلا بد أن نعرف هذه الكبائر. لكن كيف حدث الخلاف فيها؟ كيف حدث الخلاف في الكبائر؟ في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الخليفة الرابع، حصل أن خرج عليه الخوارج، فرقة من الناس استقلوا بفهمهم وفهموا الأمور على غير وجهها الصحيح، فخرجوا عليه وحاربوه. عندما حدثت فتنة بين المسلمين خرج الخوارج عليه وحاربوه، وخلطوا بين الكبيرة وبين الكفر، ولهذا قالوا أنت كفرت، قالوا له أنت كفرت. ثم صارت هذه النظرة السائدة عندهم للمعاصي بأنها تنتقل، بأنها تصير إما أن يكون الشخص مؤمن وإما أن يكون كافر، وفهموا نصوص أخذوها من غير جمع النصوص بعضها مع بعض ومن غير الرجوع إلى الأحاديث ومن غير فهم الصحابة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم تلقوا العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم استقلوا بفهم جديد ليس هو فهم الصحابة، فنشأت هذه الفرقة. ثم نشأ منها مضاد لهذه الفرقة فرق أخرى، فنشأت الجهمية ونشأت المعتزلة، وكان خلافهم يدور حول الإيمان، هل الإنسان يكون يجتمع فيه إيمان وكفر أم إما مؤمن أو كافر؟ هم فهموا أن الإنسان إما أن يكون مؤمن وإما أن يكون كافر، فقالوا إذا ارتكب الكبيرة فهو ليس بمؤمن إطلاقا، ويستدلون ببعض الأدلة، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فهم يستدلون ببعض الأدلة على غير وجهها الصحيح. الغلط أنهم لم يجمعوا بين الأدلة ولم يأخذوا تفسير الصحابة لهذه الأدلة، ولهذا قالوا الإيمان والكفر لا يتبعض،
فالإنسان إما أن يكون على كفر أو على إيمان لا يتبعه. وهذا معارض للحديث الصحيح بالأحاديث. الإيمان من أشهرها الحديث الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فدل على أن الإيمان شعب، وأن منه شعب عظيمة مثل أركان الإسلام وأركان الإيمان، ومنه شعب دون ذلك. وأن الإيمان يزيد وينقص، ولهذا كما جاء في حديث الشفاعة: اذهب إلى النار فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فمعنى ذلك أن الإيمان يتبعض، فمنه إيمان كالجبال، إيمان راسخ مثل إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومنه إيمان مهزوز ضعيف حتى يصل إلى أدنى مثقال ذرة من إيمان. هم لا يرون ذلك، وهذا الخلل الكبير. وقابلهم المعتزلة فهم يقولون لا يمكن أن نسميه كافر وهو قد فعل شيء من الإيمان، ولا يمكن أن نسميه مؤمن وهو قد فعل شعب من شعب الكفر، لكننا نجعله في منزلة بين المنزلتين، فلا نقول كافر ولا نقول مؤمن. ثم إن مات ولم يتب فهم يرونه خالدا مخلدا في النار. فالخوارج يستحلون دمه وماله بناء على أنه كافر، إذا ارتكب الذنب استحلوا دمه وماله بناء على أنه كافر على فهمهم. والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، ففي الدنيا لا نسميه كافر ولا مؤمن، لكن في الآخرة إذا مات ولم يتب فهو كافر. فهم في الاسم في الدنيا اسمهم يعني قريب من 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 مذهب السلف الذي يرونه مؤمن ناقص الإيمان مرتكب الكبيرة، أو يرونه فاسق بكبيرته، لكنهم في الآخرة يوافقون الخوارج ويقولون هو خالد مخلد في النار، ويردون حديث الشفاعة ويردون غيرها مما ثبت في السنة. إذن الخلل جاء من عدم الفقه في الدين، لم يتفقهوا فقها صحيحا. وبالمناسبة العبرة بالحقائق لا بالأسماء، يعني ليس بشرط أن يقول مرتكب مذهب الخوارج أنا خارجي، وليس بشرط أن يقول مرتكب مذهب المعتزلة أنا معتزلي، ولا هو بشرط أن يقول مرتكب الإرجاء في الإيمان أنا مرجي. العبرة بالحقائق، ما يعتقد هو، لأنك قد لا أن تجد من يقول أنا خارجي، وقل أن تجد من يقول أنا معتزل، لكن انظر حقيقة مذهبه الذي هو عليه، هل هو على مذهب الخوارج أو على مذهب المعتزلة أو على مذهب المرجئة أو على مذهب الجهمية. فلا بد أن تعرف الحقائق، لأن العبرة بالحقائق لا بالمسميات، العبرة بالحقائق لا بالمسميات. فإن المعتزلة سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد،
لكن هم كذلك؟ لا، ليسوا كذلك. فالعبرة بالحقائق، أي مذهب هم عليه فهم يسيرون على ذلك. فإذا علم هذا كيف لنا أن نتفقه في الدين؟ كيف لنا أن نتفقه في الدين ولا نقع في مثل هذه الورطات؟ كيف نتفقه في الدين؟ من أين نأخذ هذا الدين؟ ولذلك الذين يريدون الفقه في الدين عليهم بسلوك المتفقهين. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان يفهم معاني القرآن. وكيف تفهم معاني القرآن؟ أنت منين تأخذ معاني القرآن؟ فالقرآن بعض معانيه واضح، يعني بعض الأشياء واضحة، وبعض الأشياء مجملة في مكان ومبسوطة في مكان آخر من القرآن. وهذا معنى قول العلماء رد المتشابه للمحكم، يعني بعضها ما أجمل في مكان فصل في مكان آخر، ما أجمل في مكان فصل في مكان آخر. ومن أين تعرف هذا الرد؟ ترجع إلى الذين درسهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ترجع إلى قول الصحابة، قول الصحابة لأنهم تلقوه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا صح السند إلى الصحابي انحلت القضية عندك، اتضح الأمر لك، فأنت لا تستقل بفهم لم يكن لك فيه سلف من الصحابة أو من التابعين، لأن التابعين تتلمذوا على الصحابة. ولذلك قاعدة عظيمة أن ترد المحكم، أن ترد المتشابه إلى المحكم، والمراد بالمحكم المفصل البين الذي لا يحتمل عدة معاني، هذا محكم. وما جاء فيه اشتبه عليك فرده إلى المحكم، ثم انظر إلى ماذا قال الصحابة فيه. بعد أن تنظر في السنة ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا فيه، لأن السنة مبينة للقرآن وشارحة له، وفيها أحكام زيادة، ففيه أحكام زيادة في السنة، مثل تفاصيل في الزكاة، تفاصيل في الصلاة، تفاصيل في أشياء كثيرة جدا. من أين تأخذها؟ تأخذها من السنة، من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فترجع إلى هذا الأمر وتترك القواعد البدعية التي سار عليها البدع، أهل البدع. وهذا معنى الرجوع إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. ردوه إلى الله يعني إلى كتاب الله، أو إلى الرسول، إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما ذكره الصحابة فهو مأخوذ من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة ما أجمعوا عليه، لأنهم قد يختلفون في مسائل، لكن مسائل التوحيد والعقيدة ما فيها خلاف، لم يحل. ولذلك هو أراد في الفتوى الحموية هنا أن ينقل أن هذه المسائل، مسائل التوحيد والعقيدة، ليس فيها خلاف بين المسلمين في عهد الصحابة وفي عهد الرسول، وإنما الخلاف حدث بعد جاءت الفتن، وأول ما حدثت في عهد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
والصحابة كان لهم اجتهادات في مسائل في القتال وفي غيره، لكن ما كان عندهم خلاف في مسائل العقيدة. يعني الذين يختلفون في مسائل، هل هذا يرونه سائغ أو ليس بسائغ، هل هذا يقاتلون عليه أو لا يقاتلون عليه، لكن كلهم على عقيدة واحدة، كلهم على عقيدة واحدة. وهذه يعني أمور مقررة، لكن هذا نظرة بسيطة على ما أشار إليه الشيخ في مسائل التوحيد التي نقلها عن أبي عبد الله ابن خفيف. وقد بسط هذه المسائل في كتابه الكبير اسمه كتاب الإيمان، ولهذا مما نقله عن ابن خفيف أبي عبد الله بن محمد بن خفيف قوله: ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وقال: قولنا فيها، قولنا فيهم أي من أهل الكبائر، أنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وهذه المسألة من أصول أهل السنة. إيش اللي من أصول أهل السنة؟ أنهم لا نزيل عنهم الإيمان بالكلية، وأنهم تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. لأنه ورد أن بعض أهل الكبائر يحرقون في النار، وقد يعفو عنهم، لكنهم هؤلاء أهل الإيمان الذي ما زال عنهم الإيمان بالكلية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني المرتكبين للكبائر فهم تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. قال: وهذه المسألة من أصول أهل السنة، وهي أول مسألة وقع فيها النزاع في الأمة. ولم يقل نزاع بين الصحابة، الصحابة لا نزاع بينهم، لكن في الأمة الإسلامية. وسميت مسألة الأسماء والأحكام، أي أسماء صاحب الكبيرة، والكبيرة ضرب مثال عليه قال: كالربا والزنا والقتل والعقوق ونحو ذلك. هل يسمون مسلمين مؤمنين أو كافرين أو في منزلة بين المنزلتين؟ وأحكامهم في الدنيا والآخرة، وهل تستباح دماؤهم وأموالهم لأنهم كفار؟ وهل يصلى عليهم إن ماتوا من غير توبة؟ وهل يخلدون في النار أو لا يدخلونها؟ ونحو ذلك من الأحكام. هذا معنى الأسماء والأحكام. قال: فأما أهل السنة فقد أجمعوا أن أصحاب الكبائر مسلمون ومؤمنون ناقص الإيمان. قد أجمعوا، هذا إجماع، قال أجمعوا، والإجماع المعتد به هو إجماع أهل السنة، فالمخالفون من الخوارج والمعتزلة لا ينظروا لإجماعهم. إذا أجمع أهل السنة ونقل هذا الإجماع فهو المعتد به. وأما أهل البدع الذين يخالفون في المجمع عليه فخلافهم لا ينقض الإجماع. قال: فقد أجمعوا أن أصحاب الكبائر مسلمون ومؤمنون ناقص الإيمان، وأنهم إن ماتوا من غير توبة فهم تحت المشيئة، فهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم،
وإن عذبهم فإن مآلهم إلى الجنة، يعني لو مكثوا في العذاب ففي النهاية بدليل حديث الشفاعة في النهاية مصيرهم إلى الجنة، فإن عذبهم فإن مآلهم إلى الجنة ولا يخلدون في النار خلود الكفار. ودليلهم بذلك قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقالت الخوارج: إلا قليلا منهم هم كفار، واستباحوا دماءهم وأموالهم ورأوا سبي نسائهم، وحكمهم في الآخرة عندهم الخلود في النار. إذن هما لا يقولون نحن نرى قتل المسلمين، ما يقولون ذلك، يقولون نرى قتل الكفار. فهم حكموا بالكفر ثم التزموا بالحكم الذي حكموا به من عند أنفسهم. فلما يقول قائل إن الكفار استباحوا دماء المسلمين، دماء المسلمين على مذهبنا نحن، على مذهب أهل السنة، وأما هم عندهم هم يسمونهم كفار، تقول هل أنت تستبيح دم المسلم؟ يقول لا. تستبيح دم من؟ قال الكافر، ومرتكب الكبيرة كافر، السارق عنده كافر، الزاني كافر، إلى غير ذلك. فهذا هو مذهبهم. وقالت المعتزلة: هم في منزلة بين المنزلتين، وهذا أحد أصولهم، لأن أصولهم الخمسة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين، فهم جعلوا أصول خمسة، ومن ضمن أصولهم أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، وهذا أحد أصولهم الخمسة، فلا هم مسلمون ولا هم كفار. يعني أن أهل السنة لم يخرجوهم من الإسلام، والخوارج أخرجوهم، وكذا المعتزلة أخرجوهم من الإسلام، ولكن لم يكفروهم، مع اتفاق المعتزلة مع هؤلاء الخوارج على خلودهم في النار. والأدلة على ما ذهب إليه أهل السنة أكثر من أن تحصر، متواترة قطعية، قطعية الثبوت والدلالة. يقول الشوكاني: وقد ثبت بالأحاديث، والشوكاني تعرفونه عالم كبير من علماء التفسير، فهو ينقل، يقول: ثبت بالأحاديث المتواترة تواترا يفيد العلم الضروري بأنه يخرج من النار أهل التوحيد، يعني في النهاية يخرج من النار أهل التوحيد. وهذا ذكره في تفسير سورة هود، له كتاب في التفسير، فذكر فيه ونقل مذهب أهل السنة في ذلك، وأن الأدلة متواترة وقطعية وثابتة، وأن أهل التوحيد لا يبقون دائما في النار بل يخرجون منها، على أنه لا بد أن يدخل بعض أهل الكبائر النار لأنه ثبت. يعني لا يقول قائل أن الكبائر لا يدخل أحد منهم النار، ليس صحيح، لثبوت ذلك ولوجود الشفاعة: اذهب إلى النار فأخرج من كان في قلبه مثقال أدنى ذرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: العاصي الذي يعلم أنه عاصي فهو ممدوح من جهة موافقته، ومذموم من جهة مخالفته. وهذا مذهب سلف الأمة وأئمتها
من الصحابة ومن سلك سبيلهم في مسائل الأسماء والأحكام، والخلاف فيها أول خلاف حدث في مسائل الأصول. ومعنى الأصول يعني الأشياء الكبيرة، المسائل المهمة تسمى أصول، حيث كفرت الخوارج بالذنب وجعلوا صاحب الكبيرة كافراً مخلداً في النار، ووافقتهم المعتزلة على زوال جميع إيمانه وإسلامه وعلى خلوده في النار، لكن نازعوهم في الاسم فلم يسموه كافراً، بل قالوا هو فاسق لا مؤمن ولا مسلم ولا كافر، ننزله منزلة بين المنزلتين، فهم وإن كانوا في الاسم إلى السنة أقرب. ليش إلى السنة أقرب؟ لأن أهل السنة يقولون هو مؤمن فاسق بكبيرته، فهم في التسمية أقرب إلى السنة، لكنهم في الحكم في الآخرة متفقون مع الخوارج. ثم ذكر شيخ الإسلام الذي حملهم على هذا القول، سواء هم، ما الذي حملهم؟ قال: وأصل هؤلاء أنهم ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون مستحقاً للثواب والعقاب والوعد والوعيد والحمد والذنب، بل إما لهذا وإما لهذا. يعني ما نظروا إلى أنه يجتمع في الإنسان إيمان وكفر، ويكون في شعبة من النفاق وشعبة من الإيمان وشعبة من الكفر، ما ظنوه إما كذا أو كذا. وهذا الظن وهذا الفهم هو الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه. فلهذا قال: فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها، وقالوا الإيمان هو الطاعة، فيزول بزوال بعض الطاعة. لاحظتم المشكلة من أين نشأت عندهم؟ ثم تنازعوا هل يخلفه الكفر على القولين، ووافقتهم المرجئة على الأصل، يعني وافقتهم المرجئة على الأصل أنه شيء واحد، والجهمية على أن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه، وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل فلا يزيد ولا ينقص. وهذه المسألة الثانية، فقالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ما يتفاضل، وإذا ذهب بعضه ذهب كله. فهذا الذي حملهم على ما وقعوا من أقوال مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. وقالوا إن إيمان الفساق كإيمان الأنبياء، إيمان الفساق كإيمان الأنبياء، لأنهم عندهم أنه شيء واحد، والمؤمنين لكن فقهاء المرجئة قالوا إنه اعتقاد، أنه اعتقاد وقول، وقالوا لا بد من أن يدخل النار من فساق الملة من شاء الله تعالى كما قالت الجماعة، والمراد بالجماعة يعني أهل السنة والجماعة. فكان خلاف كبير من كلامهم للجماعة إنما هو في الإسلام لا في الحكم. فمن أكبر أسباب الاختلاف في مسألة الأسماء والأحكام هو عدم القول بزيادة الإيمان ونقصان. يعني الذي لا يقول الإيمان يزيد وينقص هذا هو الذي وقع في هذه البدع، مع الأسباب التي يشترك فيها كل أهل الأهواء والبدع، وهي عدم الإرجاع المتشابه
من الأدلة إلى المحكم، إرجاع المتشابه من الأدلة إلى المحكم، وعدم الجمع بين جميع الأدلة الثابتة، يأخذون جانب من الأدلة. انتبهوا للأسباب التي نص عليها. السبب الأول، ما هو السبب الأول؟ أنتم معنا ولا؟ ما هو السبب الأول؟ الأسباب التي يشترك فيها أهل الأهواء، ما هو السبب الأول؟ عدم إرجاع المتشابه من الأدلة إلى المحكم، هذا سبب. يعني ولذلك من اتبع المتشابه وقع في الزيد، كما جاء في الحديث. وعدم الجمع بين الأدلة، يعني يأخذ طرف من الأدلة ولا يجمع بينهم. وعدم الرجوع في ذلك لفهم السلف الصالح والأخذ بإجماعهم. إذن ثلاثة أسباب ذكرها، تعيدها العولقي؟ ما تفضل. عدم رد المتشابه إلى المحكم. طيب، ها؟ يعني ما جمع بين الأدلة، ما يجمع بين الأدلة، يأخذ طرف من الأدلة ولا يجمع بين الأدلة. السبب الثالث أنهم لا يرجع إلى إجماع السلف، وقد خدم في هذا. لو رجع إلى إجماع السلف ورأى ما أجمعوا عليه ما وقع في الانحراف الذي، وهذا مزلق في مسائل كثيرة جدا. وذكر شيخ الإسلام في أصل الإيمان، قال إن أصل الإيمان تصديق الرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وهو يريد أن يقرر حقيقة، وليست مجرد التصديق كافي في الإيمان، وأنه لا بد من طاعة الله عز وجل فيما أمر به، لأن الشيطان رأى الجنة ومصدق وعارف بأشياء كثيرة، لكن هل هو طاع الله؟ فذهب عنه ركن الإيمان أصلا. فالذين يقولون الإيمان هو التصديق فقط، لا يصح قولهم إلا إن أرادوا التصديق الإذعاني الذي يلزم منه الطاعة. إن أرادوا التصديق الإذعاني الذي يلزم منه الطاعة، فبعضهم تجوز في هذه العبارة، وإلا فإنه لا بد من التصديق والعمل. قال: ومن المعلوم أن أصل الإيمان تصديق الرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمر. وشيخ الإسلام في موطن آخر وبعض الأئمة أطلقوا القول أن أصل الإيمان التصديق، لكن عندهم جميعا لا ينفع بدون العمل. يعني مجرد تصديقك بقلبك ولم تعمل شيئا من الدين فهذا لا ينفعك أبدا، لا بد من القول والعمل. وبعضهم جعل العمل من لوازم التصديق، والملزوم لا يوجد بدون اللازم، أو أن التصديق بدون عمل ليس تصديقا حقيقيا. نقل كلام طويل عن الإمام محمد بن نصر المروزي وقرر فيه هذه المسألة، وهذا في كتابه تعظيم قدر الصلاة. وقال: وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها، وقد يقرنه بالأعمال،
يقول آمنوا وعملوا الصالحات، وذكرنا نظائر ذلك كثيرة، وذلك لأن الإيمان هو ما في القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك. لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، يعني الجوارح معطلة ما يعمل، لا يركع، لا يسجد، لا يصوم، لا يصلي، هذا لا يمكن البتة، لا يحصل من إنسان مصدق، يعني تصديق ينفعه، يعني إيمان ينفعه في الإيمان. ومتى نقصت الأعمال الظاهرة كان نقص الإيمان الذي في القلب، يعني الإيمان الذي في القلب إذا نقصت الأعمال منه، إذا نقصت الأعمال الظاهرة نقص الإيمان على قدرها، حتى ما يبقى منه إلا شيء يسير جدا، فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم، وإن كان أصله ما في القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب، بل لا بد معه من الأعمال الصالحة. وقال أيضا فأما أصل الإيمان الذي هو الإقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقا به وانقيادا له، فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأتي به فليس بمؤمن. قال وسبق ذكر أن جنس العمل ركن في الإيمان وليس مجرد شرط كمال، لأن بعضهم يقول العمل شرط كمال، فقال ليس، هو ركن يعني لا بد من العمل، بل الأدلة تدل أنه ينقص حتى ما يبقى منه أدنى 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 مثقال حبة من خردل، والخردل أقل من حبة الدخن الصغيرة، أقل من ذلك، كما جاء في حديث الشفاعة حين أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم قال، يقول له انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى، ثلاث مرات أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار. قال فأنطلق فأفعل. وهذا الأدنى عند أهل السنة، الأدنى هذا قول وعمل، ليس مجرد القول، قول وعمل، والإيمان مركب منهما، ولا يكون إيمان بدون أحدهما. ثم ذكر مسألة الإيمان يزيد وينقص، وهذا ذكره ابن خفيف والشيخ نقله منه، قال وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه. قال قولنا، هذا ابن خفيف يقول، أبو عبد الله ابن خفيف، أنه يزيد وينقص، وهذا أيضا أصل مجمع عليه عند أهل السنة. ونقل الإجماع على ذلك. قال فلما قال أهل الزيغ إن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا ينقص ولا يزيد، وقعوا فيما وقعوا فيه، وقالوا إما أن يزول كله أو يبقى كله. ولذلك قال النووي والأظهر والله أعلم أن نفس التصديق، يعني حتى التصديق، هم يقولون التصديق شيء واحد يستوي فيه الناس، فجعلوا إيمان تصديق
الأنبياء والصديقين مثل تصديق أفسق الفاسقين. وهذا يقول يعني واضح فساد هذا القول. قال: والأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة، يعني الإنسان كلما نظر في حكمة الله وفي الكون وفي الأدلة زاد تصديقه، ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم. بحيث لا تعتريهم الشبه ولا يتزلزل إيمانهم بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال. وأما غيرهم من المؤلفة، يعني حديث عهد بالإسلام ومن قاربهم ونحوهم، فليسوا كذلك، فهذا مما لا يمكن إنكاره ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يساوي تصديق أحد الناس. ولهذا قال البخاري في صحيحه: قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول أنه على إيمان جبريل وميكائيل. يعني الصحابة الذي أدركهم كلهم ما قالوا إيماننا كامل وتصديقنا كامل مثل جبريل وإسرائيل، وهذا يدل على أنهم يسلمون بزيادة الإيمان ونقصان. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما قول القلب فهو التصديق، يعني القول لما نقول قوله بالقلب فهو التصديق الجازم، التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الناس في هذا على أقسام: منهم من صدق به جملة ولم يعرف التفصيل، ومنهم من صدق جملة وتفصيلا، يعني أكثرهم علما وفقها هو الذي صدق بالتفصيل، وأما بعضهم فهو صدق به جملة لكن عنده قاعدة: ما جاء به الرسول يقبله على الرأس والعين، وإن كان ما حفظ التفاصيل. ولهذا لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الجارية قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: وأين الله؟ قالت: في السماء. وأين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهذه آمنت بالجملة، ما دام أنه رسول الله فكل ما يقوله فهي تصدقه، ما دام أنه رسول الله، وما دام أنها اعترفت بعظمة الله عز وجل وهيمنته وعلوه على السماء فهذا آمنت إيمانا جمليا. فأكثر الناس ما حفظ التفاصيل الدقيقة لكنه لا ينكرها. ولهذا لو جاء بعض من الناس وأتيته بمسألة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أنها عن الرسول فأنكرها فهو قد كفر، ولو ليست من مسائل التوحيد ولا غير، لو عرف أن هذه جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فأنكرها فلا ينفعه إيمان،
لأن الإيمان هو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا صدقت بكل ما جاء به، فما دام علمت ما صحة ما جاء به الرسول فلا يسوغ لك أن تنكره البتة. ومنهم من صدق جملة وتفصيلا، ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق، ومنهم من يغفل عنه ويذهل، ومنهم من استبصر فيه بما قذف الله في قلبه من النور والإيمان، ومنهم من جزم به لدليل قد تعترض فيه شبهة أو تقليد. وهذا التصديق يتبعه عمل القلب. ما هو عمل القلب؟ قال: حب الله ورسوله وتعظيم الله. وهذا هو الذي أصل أيضا في الإيمان. يعني مبغض الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون مؤمن، مبغض شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون مؤمن البتة. فهذا وهو أصل عظيم إيمان القلب، وهو حب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله وتعزير الرسول وتوقيره وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص له والتوكل عليه إلى غير ذلك من الأحوال. فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان، وهي مما يوجبها التصديق. ويتبع الاعتقاد قول اللسان، ويتبع عمل القلب والجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك. ثم ناقش من مسائل الاعتقاد في كتاب الحموية مسألة كفر القول بخلق القرآن. فإن القرآن كلام الله عز وجل، وكلامه صفة من صفاته، فهي داخلة في التوحيد. ولهذا قال: من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر. وهذا ذكره ابن خفيف، وهذا مجمع عليه. قال: ثم كان الخلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقلنا وقول أئمتنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وهذه مسألة القرآن، وهي من أعظم المسائل التي من أجلها تحمل الإمام أحمد ما تحمل، وهي القول بخلق القرآن. قال: وهو كفر بالإجماع. يعني من قال إن القرآن مخلوق فهذه مسألة كفرية، فهذا كفر بالإجماع. فإن القرآن كلام الله، وكلامه تعالى صفة من صفاته، وصفاته غير مخلوقة، لأنه تعالى غير مخلوق وليس شيء منه مخلوقا. فعلمه ووجهه ويده وقدرته ومحبته وإرادته وكلامه وسائر صفاته وأسمائه غير مخلوقة، ومن قال بخلق شيء منها كفر. نسأل الله العافية. نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.